النازحون في رفح الفلسطينية أعربوا عن غضبهم الشديد من استهداف مخيماتهم، كما أكدوا كذب سلطات الاحتلال وأنه لم يعد هناك مكان آمن في رفح الفلسطينية. 24 ساعة مع مدار الساعة في شهداء وقتلى وجرحى وإصابات، أطفال تتيتم، أبرياء لا لهم دم ولا حاجة، نزحوا من مكان لمكان بلاول على لقمة العيش. هذه خبزة أخوها الخبز عشان تودي له إياه من قلة الأكل اللي عنده. الاحتلال حكينا إنه هذه المنطقة آمنة وقعدوا فيها لأنها منطقة آمنة، نصبنا خيامنا وقعدنا فيها، ولكن فيش منطقة آمنة عندنا في قطاع غزة. المكان اللي إحنا قعدنا فيه هاي مستهدفون وقتلوا أطفالنا وحرقوا نسائنا وشيوخنا في داخل المكان الآمن اللي بيحكوا عنه وبدعي عن الاحتلال إنه هو مكان آمن. المرة السابعة على النزوح في قطاع غزة وهو مكان محدود. قطاع غزة ليس زي مساحات الدول الأخرى، كله مكان صغير، ولكن هو المرة السابعة على النزوح واحتمال احنا نكون الثامنة بعد هذه المجزرة اللي ارتكبها في عائلتي في رفح. عالي جدا والنار ولعت حوالينا، الصغار صاروا يصرخوا، الاولاد كل الغرف اللي حوالينا زينجو، هذا يعني الصوت كان مرعب، حسينا كانه الزينجو بده يقع علينا، شظايا مرقت علينا في الغرف. جارنا الله يرحمه كان بيصلي واستشهد، مخ تبعه طلع على الحيطان، الغرفه تبعتنا كلها شظايا. انا بتطلع في اولاد، مين طيبين ولا مش طيبين؟ ايش زينجو يعني اللي حكايه الزينجو هذا بحميش بني ادمين، منزلين عليه صواريخ 16 والله قنابل اطنان على زينجو.